Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Habibullah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله واكرم بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت رسول المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله يا عبد الخالق خش دواني يا محمد شنق شبان يا عبد الله الداغستاني محمد ناظم الحقاني المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله Assalamualaikum.
My sixth great grandfather. Allah Akbar. And Khalifa and Janishin of Hazrat. Like him? Not like him. I can't. And Hazrat Abdullah Shah Abul Khair Faruqi, my great grandfather. MashaAllah. And Hazrat Shah Abul Khair's great grandfather is Shah Abul Sayyid Mujaddid. MashaAllah. You have their name, huh? Okay, we go from the other side. This is the feet. There is the head. So we go. We used to perform fatwa from here or either outside. From here can be done. Can be. Take picture, can. حضرنا بحضورهم يا ربي الله آمين اللهم يا ربي يا الله حضرنا بحضور الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نويت الأربعين نويت الاعتكاف نويت الخلوة نويت العزة نويت الرياضة نويت السلوك لله تعالى العظيم في هذا في هذه المقامات يا ربي عند أوليائك الكرام سيدنا جان حبيب الله يا ربي يا الله جئناهم يا ربي يا الله أبوابا لرسولك ومنه لك يا الله ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا أبا البتول ألف ألف الصلاة والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه عليك في العالمين إنه حميد مجيد أعلى الله تعالى درجاتكم دائما وأمدنا بمددكم ونفعنا ببركات أنفاسكم القدسية وأفاض الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وأفاض الله تعالى عليك من تجلياته وأنواره أنوار قدسه وملائكته يا سيدي يا رسول الله وأفاض الله تعالى عليك من رحماته التي لا منتهى لها يا الله يا لا منتهى لها وأفاض الله تعالى عليك من أسمائه وصفاته وألبسك من حقائقه يا سيدي يا رسول الله وأدخلك في بحر ذاته وأدخلك في بحره يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين اللهم أفض على رسولك من الإفاضات النورانية
والصمدانية التي لا يعلمها إلا أنت يا الله. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا أبو بكر الصديق. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا أول الخلفاء ويا تاج العلماء ويا صهر النبي المصطفى. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا من تخلل بالعبا. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا من صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف ألف صلاة والسلام عليكم يا أحباب المصطفى. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا ثاني الخلفاء ويا سهر النبي المصطفى ويا من فرقت بين الحق والباطل. ألف ألف صلاة والسلام عليك يا من قال وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا عثمان ذي النورين يا سهر النبي المصطفى يا من جمعت القرآن. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا علي المرتضى الذي قال في حقه أنا مدينة الهم وعلي بابها. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك عليكما يا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يا سيدا أهل الجنة. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا زينب وسيدنا أم كلثوم وسيدنا رقية. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة أم المؤمنين. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليكم يا أزواج النبي ويا أولاد النبي ويا أحفاد النبي إلى يوم القيامة. ثم ألف ألف صلاة والسلام عليكم يا أصحاب هذه المقامات سيدنا Habibullah Sidi Hotel. Habibullah Jan Jan Abdullah Dahlawi. Wa Waladina Hum Mahahuma Aida. Ya Sayyidina Ya Jan Janan. Jaina Kum in Biladin Baida. Ya Sayyidina Abdullah Dahlawi. Anzuruna. Allahumma Ya Rabbi Ya Allah. In Yatawasaru Ilaika Al Habibika Mustafa. Ya Sayyida Sadat. Wa Nuran Mawjudat. Ya Man Huwa Al Marjawi Masa Hudaymu Wa Hamman Wa Alam. يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المسائل توصل إلى جنبك العظم بهذه السادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لدفع ضر لا يدفع إلا بواسطتك ورفع ضيم لا يرفع إلا بدلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين نبي صديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق عارف محمود علي محمد بابا السماسي سيد أمير الكلالي خاجة بهاء الدين نقشبند علاء الدين يعقوب عبيد الله محمد زاهد درويش محمد خاجة الأمكنكي محمد الباكي أحمد الفاروكي محمد معصوم سيف الدين نور محمد حبيب الله عبد الله الشيخ خالد حبيب الله جان جانان عبد الله الدهلوي سيدنا خالد البغدادي سيدنا إسماعيل أنراني أو الشرواني سيدنا خاص محمد سيدنا أبو أحمد السهوري أبو محمد سيدنا جمال الدين أبو مكيم حسين سيدنا أبو أحمد السهوري أبو محمد المدني سيدنا الشيخ شرف الدين الدهستاني سيدنا سلطان الأولياء سيد شعب الله الفائز الدهستاني سيدنا الشيخ محمد ناظم الحقاني سلطان الأولياء في هذا العصر يا ربنا يا الله توسلنا بهم جميعا شهامة الفرداني نتوسل بالمهدي عليه السلام وبوزرائه شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف ومنحان برهان الكرماء ياوت الأنام ويا صاحب الزمان ويا صاحب العنصر يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عزرائيل المنكرين ونكيرين سيدنا طبيب القلوب سيدنا عيسى أبو 24 ألف أنبياء ومرسلين يا أبا أيوب الأنصار يا أويس القراني سيدنا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا خديجة الكبرى سيدنا عبد القادر جيلاني محي الدين ابن عربي يا ربنا نتوسل إليك بالبدلاء نجباء نقباء أوتاد أخيار مسلمو الجن عمومة ملائكة السماوات والأراضين رجال الله أعينهما بعون الله وكونوا عون أنام بالله عسى الله بفضل الله رجال الله أعينهما بعون الله وكونوا عون أنام بالله عسى الله بفضل الله رجال الله وكونوا عونا لله
حسبي الله بفضل الله. يا ربي يا الله من عهد إيجاد ذراتنا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بشهادتك وشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشهادة هذه السماوات والأرضين بشهادة الملائكة أجمعين بشهادة أوليائك وصحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجاه كل ولي عندك وبجاه مخلوقاتك يا ربي يا الله بشهادتهم جميعا نشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا يا الله من عهد إيجاد ذراتنا ليومنا هذا فأصغر منا من جنايات وكبائر وآثام وبهتان وغيبة ونميمة وزنا تبنا ورجعنا إلى الله توبة نصوحة. يا ربي تبنا يا ربي تبنا يا ربي تبنا. أستغفر الله أودعنا هذه كلمتين الشهادتين والاستغفار عندك يا سيدنا عبد الله الدهلوي عندك يا سيدنا جان حبيب الله وعندكم يا سائر الأولياء جميعا وهي لنا وديعة عندكم يا من أرسلكم الله تعالى رحمة للعالمين. ربنا اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرجو وجاه هذا الأذان يا ربي يا الله أذان الظهر نسألك من خير ما سألك من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وجاه أوليائك الكرام أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واهدي ديوننا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأمدنا يا رب بمدد من عندك يا الله إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أدخلنا في بحر أوليائك يا الله واجمعنا مع الحبيب المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم يا ربي الله ثبتنا على الإيمان والإسلام والإحسان يا ربي وثبتنا عند حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا الله كلنا لك عبد يا الله وأحق ما يكون لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أودعنا هذه المناجاة والزيارة عندكم يا أولياء الله سيدنا جان حبيب الله سيدنا عبد الله الدهلوي وسائرهما يا رب يا الله هي لنا وديعة عندهم وعند حبيبك المصطفى وعند أوليائك الكرام عند سيد شعب الله الفائز الدهزان سيد شعب الله لتقديمها لكم يا رب يا الله. نحن عباد ضعفاء لا مقدرة لنا ولا قوة لنا نرجو منكم القوة حتى نكون أقوياء في الدنيا وفي الآخرة وحتى نكون يا ربي يا الله أن نلتزم بسنة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اجعلنا متبعين للحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يا ربي بدون النظر إلى سيئاتنا وإلى ذنوبنا أنت الغفار أنت الرحمن أنت التواب اغفر لنا ارحمنا بجاه أوليائك يا ربي يا الله بجاه أوليائك يا ربي يا الله بجاه أوليائك يا ربي يا الله.
نحن يا ربي ليس عندنا أن نقدم شيء وهم عندهم كل شيء ونحن لا شيء عندنا. We have nothing. They have everything. Ya Rabbi, Ya Allah, from that everything dress us. Amen. From their barakah dress us. Amen. From their love dress us. Allah, Allah, aghithna Ya Rasul Allah, Ya Azim al-Jah alayk, salawatullah. Allah, Allah, aghithna Ya Rasul Allah, Ya Azim al-Jah alayk, salawatullah. يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. وقبلنا بسيدنا جان حبيب الله جان جانان شيخ ومرشد لنا من الطريقة الإسلامية صوفي بشمالي صوفي أوردر بجولدن شيخ سيدنا عبد الله الدهلوي from the Osuka Golden Chain up to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are asking them to accept us as their servants. Amen. And to ask them to not only for us, but all humanity. Amen. We are under their power, under their guidance, under the guidance of Awliya Allah. We are Sufi people, we are not asking more than peaceful life and eternal life of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us for the barakah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This Ziyara is a blessed Ziyara. The
the inspiration from my Sheikh, my teacher, may Allah give him long life. Ameen. Pray for him. Ameen. The inspiration is anyone visit them, they present him to Prophet. They are the door for Prophet, for the Naqshbandi and order, and for everyone else. Other tariqat, no problem, all tariqat are brothers and sisters, and all humanity. Ameen. They are carrying India, this great army. They are carrying India and Pakistan and Central Asia and everywhere, Afghanistan, because they are the Naqshbandi order came from Central Asia. And it spread. We are happy to be part of it, inshallah, they accept us as their servants. Wa min Allahi tawfiq, inshallah, bi hurmat al Hamid wa hurmat al Fatih. Now, some people might say this, some people might say that. We tell them, don't say we are Kuburiyun. They call us Kuburiyun. And they call Ahl Sunnah wal Jama'ah, they visit the grave. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave permission for his Sahaba to visit the graves, to go to the cemeteries and visit the grave to take an example. We are coming to take an example and to visit these big awliya in order that in the day of judgment they witness for us that we visited them. Allah said, بِذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ. Prophet ﷺ said that the mentioning of salihin people, pious people, rahmatullah, it will come and dress the whole people who are there. So now we are mentioning them, visiting them. What do you think? It's not correct what Prophet ﷺ said, that when we mention their names and visit them, that tajalli of rahmah will dress us. This is what we are after. We are after them in their other life to remember us in front of Prophet and to mention our names in front of Prophet that we came to visit them. At least when they mention our name, it is happiness for us, dunya akhirah. And we tell these people, may Allah guide you to come and make the same thing. Not go and destroy grave of Salihin. You are going to be responsible. You don't know. As Prophet ﷺ mentioned in the hadith that anyone open a grave and take body, if that one is doing a great sin, you are going and destroying all these maqams for what? For wrong ideology. May Allah guide you, come back to Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and let us be one hand, inshallah, to promote spirituality, to promote tazkiyatun nafs, what is being called in technical words, tasawwuf, to promote that in order everyone will live in peace and harmony, inshallah. Wa min Allah al-tawfiq bi hurmat al-fatiha. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Al-madad, al-madad ya Rasul Allah. Al-madad, al-madad, al-madad ya Habib Allah. فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. يا الله
Ya Aba Bakrin Siddiq Ya Umar Uthman Ya Ali Fatima Binti Rasul Al-Madad 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 Ya Rasul Allah Al-Madad 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 Ya Habib Allah Ya Abd al-Khaliq Ghujdawani Ya Muhammad Shanakhshbandi